عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا. دكتور إيهاب أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. الحقيقة إنه زي ما قلنا يمكن في هذه المقدمة إنه مسألة اللقاحات هي اللي بتهم العالم أجمع الآن، خصوصا مع التصريحات المستمرة واللي أحيانا بتكون متضاربة من منظمة الصحة العالمية. لو حضرتك تطلعنا على تفاصيل أكثر فيما يخص جهود الدولة المصرية وزارة الصحة بالتحديد فيما يخص اللقاحات. هو طبعا انا بس ليا تعليق على قصه التصاريح المتضاربه، وطبعا التغير السريع والحاله المتطوره للفيروس والادويه والعقاقير واللقاحات دي ممكن تخلي بس ان يكون في شويه اختلاف في التصريحات، انما هي يعني الموضوع ما يوصلش لدرجه التضارب قوي. نعم. احنا في مصر معالي وزيره الصحه اعلنت عن بدء الدراسه بتاعت اثنين نوع من الفاكسين اللي هو التطعيم، واحد منهم الاثنين من الصين، واحد من أكاديمية وهان والثاني أنتج في أكاديمية بكين. المفروض المستهدف على مستوى دول العالم هيبقى 45 ألف مبحوث على مستوى العالم. الدراسة ديت مشتركة فيها أربع دول عربية، هي دولة الإمارات ودولة البحرين ودولة الأردن ومصر. احنا حتى الان تم اجراء الدراسه على 35 الف مبحوث، والمستهدف في مصر ان شاء الله ان احنا نوصل الى عدد 6000 مبحوث اللي هم هيطبق عليهم الدراسه عشان نتاكد من فعاليه اللقاح. طيب بعد ما بيتم التاكد من فعاليه اللقاح وانه ملهوش اي اعراض على المبحوثين او المتطوعين، ازاي حضرتك بيكون التصرف بعد ذلك؟ احنا طبعا انا هشرح سريعا الخطوات اللي هتتم. ان احنا اللي هو الشخص المتطوع اللي حابب ان هو يشترك في الدراسه بيقدم على الموقع الالكتروني بتاع وزاره الصحه، بيروح على فاكسيرا، بيتم فحصه، بيتم التاكد ان هو مطابق للمعايير اللي احنا محتاجينها عشان المتطوع يشترك في الدراسه. اهم شرط ان هي يبقى اكثر من 18 سنه في السن، ان هو يكون خالي من اي الامراض، يعني ما عندوش اي تاريخ مرضي، بيتعمل مسحه لفيروس الكورونا للتاكد من خلوه من الاصابه بمرض الكورونا. بيبتدي ان هو لو هو يعني اجتاز المواصفات ديت بيبتدي ان هو يطبق عليه اللقاح، وبيقعد لمده نص ساعه عشان طبعا زي ما كلنا عارفين ان اي لقاح في الدنيا بيبقى ليه اثار جانبيه، ممكن يحصل رد فعل، ممكن يحصل تفاعل مع اللقاح، وده موجود في اي لقاح حتى في الاطفال. بعد ما بيقعد النص ساعه دي تبقى الجرعة الأولى من اللقاح، بيعود تاني ويبقى فيه أثناء 21 يوم بعد 21 يوم عشان ياخد الجرعة الثانية من اللقاح. خلال ال 21 يوم دول بيبقى فيه تواصل مستمر مع المتطوع من قبل لجنة غرفة الأزمات اللي هي المنظمة للتواصل مع المتطوعين. بيتم بعد كده بيبقى فيه خمس زيارات على مدار عام، بيتم قياس معدل الاجسام المضاده لفيروس كورونا، طبعا عشان برضو الرؤيه تبقى واضحه للناس، عشان في مفهوم خطا ان هو ان احنا بيتحقن فيروس كورونا، مش حاجه اسمها كده طبعا، هو بيبقى في اجزاء مخففه جدا من الاجسام النشطه بتاعه الفيروس عشان تسير الجهاز المناعي بتاع الجسم ان هو يطلع الاجسام المضاده عشان يصبح الانسان عنده مناعه ضد الفيروس زي اي تطعيم في الدنيا، زي تطعيم يعني اي تطعيم حتى بتاع لما جداول التطعيم بتاعت وزاره الصحه، نفس الفكره هو تطعيم الكورونا. لو ثبت علميا ان هو خمس زيارات دول على مدار السنه ان المعدل بتاع الاجسام المضاده في استطاعه ان هو يحمي الانسان من فيروس كورونا دوت، بيثبت ان هو كده اللقاح دوت فعال. هو طبعا الدراسه بتقسم الى ثلاث مجموعات، المجموعه الاولى بتاخد اللقاح الاول، المجموعه الثانيه بتاخد اللقاح الثاني، والمجموعه الثالثه بتاخد حاجه اسمها بلاسيبو اللي هو يعني هو مش لقاح اصلا، بس ده بيبقى اللي هو المعيار اللي احنا بنقيس عليه فعالية اللقاح الأول واللقاح الثاني. دي حاجة في تصميم البحث العلمي، دي لازم تبقى موجودة عشان نتأكد من فعالية اللقاح. لو وصلنا على مستوى الدول المشاركة ان احنا عندنا في المجموعة الثالثة ان هو في 201 ده ما خدش لقاح اصلا، 201 لا قدر الله حصلت لهم اصابة بفيروس كورونا، في حين ان المجموعتين الثانيين لم يحدث اي اصابات، ده يثبت 200 يعني من 200 ل 214 متطوع، ده يثبت ان احنا كده اللقاح ده فعال وان هو نقدر ان احنا نعتمد عليه في الوقايه من مرض الكورونا. طيب دكتور ايهاب فيما يخص ايضا، يمكن حضرتك اتكلمت بشكل اكثر وضوحا على
التطعيم او اللقاح اللي بيتم العمل عليه من الدول العربيه يمكن حضرتك ذكرتها ايضا في سياق حديثك، لكن لو اتكلمنا كمان عن الجانب الاخر ليس الصين فقط ولكن الجانب الاخر، نتكلم هنا عن لقاح اوكسفورد، نتكلم عن اللقاح الروسي ايضا وتواصل وزاره الصحه المصريه فيما يخص تامين حصه مصر من هذه اللقاحات اذا كانت امنه وفعاله بدرجه كبيره. ايضا كيف تطلعنا على هذه الجزئيه؟ المؤتمر الصحفي معالي الوزيره اعلنت عن بدء الدراسه في اللقاحين الصينيين. احنا طبعا لو قدرنا ان احنا نوصل ان احنا نغطي كل الاحتياجات بتاعه الناس باللقاحات دي حين يثبت فعاليتها وسلامتها يبقى احنا كده عملنا خطوه رائده. يعني زي ما احنا عملنا خطوه رائده انا شايف ان تجربه مواجهه فيروس كورونا في مصر من التجارب المحترمه جدا على مستوى العالم. لو قدرنا ان احنا نوصل للكميه اللي هي تفي احتياجاتنا بعد تأكد من الفعاليه والسلامه، اعتقد ده هيبقى سبب لمصر على مستوى الدول الافريقيه والدول العربيه بل على مستوى دول العالم كلها.